سعيد جدا وبكل حب في فقرة فن وفنون لليوم باستقبال سي كمال الصدفي. أهلا بك. وبيك يا عيشك، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعين اف ام حياة اف ام. وانا فرحان اليوم اللي جيت بحذاكم، انا اسعد وريت الوجوه النيره هذه، وبارك الله فيكم. شكرا لك ومرحبا بك على قبول الدعوه. سي كمال، انت حرفي في صناعه النحاس هكا الصفه؟ صحيح صحيح. انا كمال الصدفي، اصيل مدينه القيروان، حرفي في النحاس المطروق في سوق النحاس، متواجد دكان متاعي في سوق النحاس. عندي توا مدة الحرفية متاعي ما يقارب على 40 سنة في الصنعة. الصنعة هذه متوارثها على جدود، أب عن جد، صنعة مزيانة ياسر، وصنعة جميلة ياسر، وصنعة متالي أنا حبيتها وتعلقت بها ملي أنا صغير، ملي أنا نقرأ نمشي بحذا الوالد متاعي، الوالد اللي هو سي لمجد ربي يحفظه، ندخل بحذاه للدكان ونتعلم ونبدأ مفارع وكذا، وقعدت الغرام ملي أنا صغير لين أنا كبرت معناه، وقطعت على الدراسة وشديت مع الوالد نخدم. وكما قلت لك حبيتها الصنعة هذه، ودخلت لها على اقتناع وعلى حب، وبحول الله ثبتنا فيها وجودنا وتعلمناها وورثناها لولدي كما ورثها أنا على جدودنا وعلى الناس الكبار. فهمتني؟ في البدايات كنت بديت مع والدك، وقتاش حليت الدكان وحدك؟ هو أصله الدكان متاعي هذايا توا اللي أنا فيه هو أصله متاع جدي. فهمتني؟ فهمتك. من جملة الصنعة توارثنا حتى الدكان هذاك. عندنا دكان في وسط البلاد العربي اللوطة في السوق، وعندنا دكان في سوق النحاس، هذي اللي نصنع فيه نخدم فيه النحاس. نخدم النحاس. شنو الحاجات اللي تخدموها بالضبط؟ نخدموا مثال الكراون، نخدموا الطناجر، نخدموا النحاسة والكسكاس، نخدموا القصعة، نخدموا الطبق، نخدموا الفلوكة، نخدموا الززوة، نخدموا أي حاجة تخص معون الكوجينة، الأواني النحاسية الكل اللي تستحقهم الكوجينة نخدموهم نحن. هذا النحاس التقليدي اللي يتسمى النحاس المطروق. فهمتك. هو فما قطعة ساعات تغزر لها من الجمالية متاعها، تقعد مشوار وانت تتأمل فيها، فكا ضربة المطرقة هذيك الدقة تطلع كيما حب الرمان قطعة، وتتقصدر تولي امتلاء حاجة تلج وحاجة نظيفة وحاجة بيضة تلمع. فهمتني؟ وهو النحاس قبل كل شيء مبارك في الدار، وتقتنيه العائلات القيروانية الكل، ويحطوه ويستباركوا فيه، وحتى في الجو في التطيب متاعو فما نكهة خاصة. صحيح. يعطيوه حتى كدوات هكا، يعطيوه كدوات توا امتلاء مع زاد النحاس تطور، والنحاس امتلاء تقدم، ولات فيه حوايج متاع ديكوراسيون كما نقولوا مثال خاصة متاع حلو، كما مثال بومبينير متاع طوابع شوكولاتة، كما كلوشيت نحطوا فيهم الحلو. مازالوا العبيد مقبلين على الشراء بالطبيعة، وأكثر من قبل. والتوريست خاطر مع التطور الدنيا، مع تطور النحاس، مع الناس ولات تحب تزين ديارها، يحبوا الحاجة الديكور، الحاجة المزيانة تتحط، وبالأخص تطلع فيها اللمسة القيروانية هذه كانت على اليد تطريق. وبربي التوريست فما إقبال من عندهم؟ والله التوريست فما إقبال قبل، لكن توا من وقت الكورونا ورد وش تعرف الوضع وش تعرف كذا، قلت السياحة في تونس، اما ان شاء الله تتعافى وان شاء الله ترجع السياحه بالقديه وخير من ويعرفوا قيمه النحاس كيف نعملها. بالنسبه للنحاس بتاعنا وصل للحاء العالم اخيرا، فما زميلي انا اللي مشى لتايلاندا وهز النحاس بتاعه وعرضه في معرض. فهمتني؟ اخيرا انا عندي الوليد ولدي مش يمشي تو بعد جمعه، مش يمشي متالي الجرزيس، ربي يفضل عليك، مش يمشي يعرض بالنحاس في جرزيس. معناها هو ما قعدش جوست معناتها تجي عباد تشري وتصنعها؟ نحن ممكن لقينا دعم كبير مثال من الدوله، باش تعمل لنا افاق، باش تحل لنا معارض في بعض البلدان الاوروبيه، نمشيو علاش لا.
علاش في مثلا في المعرض اللي يصير في المولد وكل مره واش النحاس؟ لا موجود النحاس، النحاس في وسط البلاد. عليه انت تو كان تجي سوق النحاس تلقى الحرفيين الكل مزينين تكاكنهم. هي قصدها بخليف، معناها بخليف معناها النحاسية وكل شيء والنجين العربي في المعارض اللي يصيروا في قروين في المناسبات الدينية وغيره، من راوش مثلا ديستون تاع نحاس وكل ما هي ما عنديش معارض كبيرة ياسر في القروين، عنا واحدة ولا اثنين. فما كما نقولوا عملوا أخيرا العام اللي فات في المولد عملوا أكل خيمة اللي بحذا سيد يوسف الدهماني، فما واحد عارض فمي كنا بالنحاس بحذا معمل السيوزي عملوا كل بركة أخرى، فما واحد عارض بالنحاس في الوتيل بتاع القصبة، فما واحد زاد عارض بالنحاس حرفي، فما في السوق في البلاد العربي فما يجي أربعة ولا خمسة حوانت يعرضوا بالنحاس مقابل الجامع الكبير أكل الوحدة اللي عملوها عاملين فيها معرض، زاد فما واحد عارض بالنحاس. بيوسف كمان إن شاء الله نرجع بيك شوية لتالي، ما فماش عروسة قروية ما تخرجش من غير الدوزين بتاع النحاس، احكي لنا شنو موجود فيه. شنو الدوزين هو دجا؟ اللي أنا حليت عيني نعرف العائلات القيروانية ليل 27 في رمضان وإلا وقت المولد تجي أم العروس الموسم تجي للنحاس سوق النحاس تشري الدوزان، سموه نحن باللغة متاعنا القروية سموه دوزان العروسة. أيوة. دوزان العروسة منين يتكون؟ يتكون من 3-12 غارقين ومن 3 كراول اللي هما المشرفين ومن نحاسة والكسكاس والفلوكة والطاسة والطفالة وسطل الحمام والصينية متاع الخبزة والطاجين حاشك متاع القليان والسطل والطاسة والطفالة والززوة والشقايلة اللي بالغطاء والطبق متاع البقلاوة والقصعة متاع الصابون وكل قدير وقدره. هي عادة قروية سي كمال، هي عادة قيروانية من الدنيا معروفة ومعروف القراوة اللي يقصدروا النحاس متاحهم قبل رمضان. إذا كان قروية بير أكل العائلة هذيك ولا بد يشريوا النحاس حتى بالطريف، حتى كان يعني هو غالي يشريوه بالطريف ضروري. حاجة لازمة برشا، حاجة قولوا نحن متلاف مع جملة الزهاز يعني من يموش يشريوا الزهاز ولا بد معاه فيك الزهاز هذاك متلاف النحاس. سي كمال فما نقطة مهمة نحب نتطرق لها معك، أنت من الناس اللي ساهمت في تطوير النحاس. أي بالنسبة لي أنا توا مدة تجي 20 سنة ولا أكثر خدمنا أكبر نحاسة وكسكاس في العالم، وتوا هي حاليا في صفاقس في بودرية في معمل متاع كسكسي دير وفهمتني هذية، وقع الاحتفال بها في توزر قدام الصحافة المرئية والمسموعة وجميع الجرائد معناها كتبوا عليها، هزت ما يقارب على 35 علوش وهزت مثل زوز 30 كسكسي، وعنا بتصور وقتها صورناهم مازالوا توا تصور عنا موجودين وعملت جذة كبيرة ياسر واحتفالات كبيرة ياسر في توزر وهذه من جملة من الحوايج اللي معناها مثل كتبت عليها برشا وسائل إعلام وحاجة اللي تشرف القروان إنهم عملوا أكبر نحاسة وكسكاس يطلعوا لها بسلو ما شاء الله الارتفاع نتاعها فما 4 متر وطريف كل وقت هذاك هكا حسب. وقداش استغرق الوقت باش خدمتها؟ والله خدمتها انا والوالد نتاعي وعندي زوز اخوات اخرين معايا. ايوه خدمناها والله تقريبا على ما يقارب شهر، قعدنا نخدموا فيها في خلال شهر وعملنا معاها زاده هي الحايس وكسيكس أخري هي وصغيراتها وعملنا معها المغارف أيوة. اللي طلعوا بهم كلا الحمص والحمام وكذا من نحاسة ملوطة خاطر النحاسة غارقة برك نتاعها بركة ما غير الكسكس زوز متر ما شاء الله توفنتني معنا يلزمها مغارفة خاصة به بالطبيعة عملنا لها مغارف نحن طويل مش يخرجوا أكل الواحد
كل الخضره هذيك الحم وكل الكسكسي. احنا سي كمال كنا نحكيو بكون النحاس هو عاده قيروانيه. خليني نرجع بك تاريخيا، صنعه النحاس في تونس من وقتاش كانت؟ من وقتاش بدات؟ والله صنعه النحاس على حسب علمي انا يقولوا جابوها الدوله العثمانيه. وناس يقولوا قبل الدوله العثمانيه جابوها اليهود. توارثتها اجيال بعد اجيال الصنعه هذه لين وصلت لتونس، وتونس العاصمه والقروان، وكان عندنا في صفاقه الزاده مثل سوق نحاس، لكن تو اللي قعد قايم الذات قعدوا فيه الصناعيه وفيه قداش من دكان تاع انسان حرفي في النحاس المطروق وفي القروان. نزلوا كعيبات وبرا في بعض الولايات الاخرين، لكن الاغلبيه والبرشا هما في سوق النحاس في القروان. تاريخيا بخلاف القروان انا هما اكثر المدن اللي يتميزوا بصناعه النحاس. القروان. قروان كاو اول بلاد في صناعه النحاس هي القيروان. وفي العالم في العالم فما ما نقولكش ما فما شي فما، لكن مش النوعيه نتاع النحاس نتاعنا نحن الاصل نتاع النحاس. نحن جمعه نحن نخدموا النحاس. هو النحاس راه فيه ثلاثه حوايج. فما نحاس اللي يتخدم بالماكينه بالطور، يعني مش باش تخدموا اليد. فما قوالب وفما ماكينه تتسمى هذه الطور. الدور تطلع القالب هذاك تطلع منه شكل نتاع قطعه. هذيك تتسمى فابريكا نقولوا نحن. القطعه هذه مخدومه بالفابريكا بالماكينه. وفما نحاس يتصب صبان كيما المهريز مثال، هو نحاس ويتصب صبان، يتصب يذوب النحاس ويتصب في القوالب ويطلع مهراز مثال، يطلع ما نعرفش اي حاجه مثال مرود نتاع كل الحرفي. نجم يختار اللي مصنوعه فابريكا ولا كيما كنت تحكي. بالطبيعه احنا عندنا منه ومنا. انا قلت لك عندنا المطور وعندنا الزمني اللي هو فيه اللمسه نتاع كل يد هذيك الحلوه. هذيك المزيان هذيك نحن نمتازوا بها في القروان. النحاس المطروق المخدوم بالمطرقة العربي على الزبرة وكل حديدة وكل واحدة، فهمتني؟ خلينا تعمل مشوى الحاجة أخرى مهمة للناس اللي تحب تشتري نحاس. كيف هي تبيع؟ هل إنه بالميزان أو بالقطعة أو بالنسبة كما نقولوا قطايع مثال كمية متاع قطايع ولو نزنها ونحسبوها بالكيلو. وفما قطايع اخرين صغيرين غرف يتبيعوا هذوك ما شلبيله كما نقولوا، فهمتني؟ الاسوام بين شنو وشنو تتراوح حسب التقرير. بالنسبه للقطعه مثال حليب نتاع ماء. اي حليب نتاع ماء مزيان ياسر، يحطوا فيه الماء ويحطوا فيه الجي ويحطوا فيه كذا، هذاك السوم نتاعو كما نقولوا 25 دينار. وبيان سور اللي باليد اغلى. هو بيخدم باليد. قلت فما اللي مصنوع بالماكينة، فما اللي مصنوع بالماكينة وفما اللي مصنوع بالماكينة ومكملينه باليد، وفما اللي مخدوم باليد من البدال اللي وفاء. هذاك أغلى القطع بالطبيعة، وتكون الجمالية متاعها خير، وتكون اللي هي هذيك متاعها قطعة نادرة. أي حاجة هاند ميد خارجة إلا من القروان. يعني كون تمشي لولاية أخرى ولا كذا ما تلقاش الحرفي هذيك اللي مش يخدمها لك. يمكن حتى القطع. سامحني الحرفي بيدو ما ينجمش يصنع زوز كيف كيف. بيان سور. كيف ديما مخدومين باليد. بالطبيعة ما هي الخدمة باليد. تطلع كيف كيف لكن مش بالضبط. خاطر ماهيش هي اليد. هو الشاغم. صحيح هي اليد شنو هي؟ تخته وتصيب سبحان الله. سبحان الله تو فهمتني؟ تخته وتصيب اليد مش تطلع لك انت بالضبط، اما تطلع بالضبط هي المحاله، لكن كي تثبت هكا تلقى هذاك كيما نقولوا زايد شويه ولا نقص شويه ولا اعلى شويه. سامحني حاجه مزيانه انك انت تكون عندك بيسه في دارك ماهيش كيما اللي عامل في دار اختك. صحيح. معناها حاجه. تو صناعه النحاس هذا المطروق ما تلقاهاش كيما نقولوا مثال ما نعرفش تمشي الحمامات ولا تمشي السوسه ولا كذا، ما تلقاش حرفي يخدم لك النحاس هذاك. تو فهمتني؟ تلقاه الا في القروان. نابل وفي حماتهم الفخار مثلا. مثال كيما نقولوا في نابل نعطيو. فما الفخار. فما الفخار. تو يمتازوا بالفخار. باللي مش نعملوا نحن. ما نطلعوش. ما نطلعوش. اكزاكتومون. كذلك نحن النحاس هذا ينسب لنا نحن ما نخدموه الا نحن. سي كمال صحيح انه قلوا الحرفيين في الصناعات التقليديه؟
والله هي الصناعة التقليدية كلها قلت. علاش؟ شيء من الظلال المواد الأولية اللي كما يقولوا النحاس الخام هذا اللي نخدموا فيه ديما في ارتفاع. أخرته هنا الأيام هذه معناها زاد في الكيلو 4500. مش زاد بال 500 ولا بالدينار زادك 4500. كي يزيدك في النحاس بالطبيعة فما المواد الأولية الأخرى كما الفحم كما القطن كما الأسيت اللي غليو هما الكل هذوك الكل مش يلزمك هما انت موجودين عندك في الدكان باش تخدمك القطعة هذيك. إذا كان تزيدك في هذه وزيدك في هذه وزيدك في هذه باش تولي تغلى القطعة ولي العاملة مش تغلى بالطبيعة مع ارتفاع الأسعار نتاع الدنيا وكذا بالطبيعة حتى هي العاملة مش نزيد تمست نوعا ما. انا سعيد جدا سي كمال الصدفي على وجودك معنا بالنسبه لليوم. نشكرك برشا على قبول الدعوه. خلي لك كلمه الختام. والله ايش باش نقول لك، ماذا بينا نحن كدوله مثال تشجع هالصناعه التقليديه هذه وتدعمنا وتطيحنا من القدره الشرائيه للمواد الاوليه، خاطر المواد الأولية كما قلت لك غلات وماذا بينا يحلون آفاق كبيرة ياسر باش نطوروا من نحاس ونزيدوا ندخلوا شباب نعلموه وتزدهر أكثر وأكثر امتلاها الصناعة هذه. شكرا لك سي كمال الصدفي، وإن شاء الله كما قلت أنت مجال الصناعة التقليدية يرجع للبريق متاعه. وهذه كانت فقرتنا بالنسبة لليوم.